في ثلاثاء بوغدرا بإقليم آسف يعاني المواطنون من خصاص كبير في الأطر الطبية على الرغم من وجود مركز صحي، ويضطر المرضى بفعل ذلك إلى التوجه نحو آسف للعلاج. هدى مسال ومحمد محراش. كل وافد على المركز الصحي ثلاثاء بوغدرا هو واحد من بين حوالي 20,000 نسمة يقدم هذا المركز خدماته لها. فالأمر يتعلق بسكنة مركز الجماعة وعدد من الدواوير المجاورة لها، وهنا يطرح مشكل الاكتظاظ واختلاف الحالات التي قد لا تحتاج فقط لتدخل الطبيب الرئيسي الوحيد بهذا المركز. بالنسبة للأطر كاين مكافينش، يعني كيجوا المواطنين بزاف، كتكون كثرة ديال الناس، كاين اللي كيتسنى داعية ويضطر يمشي للعيادة ديال الفلوس، لأن العيادة ديال الفلوس كتطلب شي المصاريف. كاين اللي كيكون عاد شي عقرب ما كيلقاش بحكاية، كيكون السبيطار مسدود، كيجوا عند القابلات ماشي خدمتهم. الموج على شد عليها الحال وكانت شي حاجة خطرة ما يشدوهاش، صيفطوه لأسفي، تقدر تولد في الطريق، تقدر يولد جنين. كل شيء كتشوف بها روبي. كيضربوا كاين اللي عندها 6 كيلومتر، كاين اللي عندها 10 كيلومتر، وما تلقى فاش يمشي والو. الدواء ما كاينش، الطبيب كاين وما هضر ما يعطيه. اللي مرض في الليل ما تيلقاش لبان صغير ديال القيازة، ما كتعطل عليهم ما كتجيش. الأطر العاملة هنا تعزي المشاكل المطروحة لنقص الموارد البشرية والأجهزة والمعدات. فسيارة الإسعاف الوحيدة التي كانت بالمركز تهلكت، والاعتماد اليوم هو على سيارتي إسعاف في ملك الجماعة. ولكن المشكل اللي فين كاين هو ان دابا ولاو عندنا جوج لي زومبيلونس كاينين ديال الجماعة، وحده ديال جماعة بوكدا وحده جماعة شهدة، والمشكل تيتطرح. انا اللي تنعرف ان لي امبيلونس خاصها تكون في المركز الصحي تتسنى الناس، يعني تتهز المرضى، ما خصهاش تهز حاجه اخرى. راه طبيعي يكون علينا واحد الضغط، خاصه انا الطبيب الوحيد اللي كاين في المركز الصحي. ورغم ذلك فالمجهودات ديالنا وديال الطاقم تنحاولوا اننا نتغلبوا على الضغط. من يحتاج طبيبا متخصصا يقصد المستشفى الرئيسي لمدينة آسفي، وكذلك الأمر عندما تتعسر ولادة أو تصاب حامل بمضاعفات. إلا كانت شي توكسيمي ليكلومبسي، إلا كانت شي إيموراجي كثيرة، ولا كانت المهم لوكا ديال الجينيكو، ضروري الجينيكو يكون هو اللي يشوفها. كنصيفطهم لأسفل لأن تما كاين البلوك وكاين جينيكو. ما بين 600 و1000 فحص طبي تقدم شهريا بهذا المركز، إضافة إلى 60 حالة ولادة وخدمات تقدم للأم والطفل. أرقام تطرح تساؤلات عدة بالنظر إلى الإمكانيات والمعدات البسيطة التي يتوفر عليها المركز الصحي لثلاثاء بوغدرا.